إلى مجموعة من الشهود وتم تفجيرهم مجموعة من الأسئلة من طرف السيد رئيس الجلسة. كذلك بدورنا وجهنا مجموعة من الأسئلة من أجل الوصول إلى الحقيقة، وكذلك أعطيت الكلمة للمتهم الأول السيد رشيد الفايق للتعقيب على هذه الشهادة ديال الشهود. المستجدات اللي كانت في الجلسه الماضيه شي مستجدات جديده؟ ما لا اظن ان هناك مستجدات اللي يمكننا نقولوها يعني مؤثره في الملف، على اعتبار ان الشهود ما جابوا لنا شي حاجه جديده، بل اكثر من ذلك كان هناك مجموعه من الشهود اللي جاوا حضروا الجلسه وتبين ان لهم لا علاقه لهم بهذا الموضوع ديال المتهم الاول السيد رشيد الفايق. هذه هي يعني اهم المستجدات ديال هذه الجلسه. الصورة الصحي؟ الوضع الصحي بطبيعه الحال هو لا زال وضعا متدهورا، وعلى هذا الاساس تم تاخير الجلسه بطلب من المتهم الذي اصر على تاخير الجلسه بعد 9 ساعات ونصف من حضوره الجلسه. المحكمه بعد التداول استجابت لملتمس المتهم وتم تاخير الجلسه الى 13/9 من هذه السنه. 13/9 يكون الملف جاهز ولا مازال مصرح؟ لا اظن، على اعتبار ان الشهود اللي باقيين ربما يتجاوز العدد 30 شاهد، ويستغرق الاستماع لكل شاهد ربما ساعه او ساعه وزياده، على اعتبار انه يتم توجيه له مجموعه من الاسئله من طرف الدفاع. كذلك السيد رئيس الجلسه هو بدوره كيفضع اسئله لهذا الشاهد. على الاعتبار كنظن ان الجلسه حسب اعتقادي كنظن ان الجلسه المقبله غتكون غير كافيه باش يكون الملف جاهز للمرافعه. شكرا لك. مرحبا كما سمعتوا معنا متابعينا، هذا المحامي ديال الاستاذ البقالي اللي كيقول ان الجلسه المقبله ان شاء الله بحول الله ما غاديش تكون كافيه باش يتم الحزم في هذا الملف. يعني الجلسه المقبله ان شاء الله بحول الله مازال يلا غادي يسمعوا الباقي المصرحين اللي هما كيتجاوز العدد ديالهم حسب ما قال 30 من المصرحين، يعني وكل مصرح كيستغرق اكثر من ساعه او ساعه ونصف. هذه المخرجات والجديد في هذا الملف هذا اللي لحدود الساعه اليوم هي الجلسه 8 ومازال لحد الان الملف ما جاهش، رغم انهم كانوا قالوا في جلسات سابقه ان الملف جاهز للمداوله ولكن والمرافعه ديال هيئه الدفاع والمداوله، لكن اليوم كيقولوا انه مازال ما جاهش الملف. هذه الاجواء هنا امام محكمه الاستئناف بمدينه فاس. تحيه لكم متابعينا الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله. الجلسه تاجلت 13/9 ان شاء الله بحول الله.